والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله جميعا أيها الأحباب وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم أن يكتبنا عنده في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا من المسلمين في أي مكان شقيا ولا محروما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الخطوات والأعمال واجعلها في موازين الحسنات نفرح بها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح قلوبنا أجمعين بفضل منك وكرم يا رب العالمين. باب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني يمر الشهر الكريم سريعا سريعا، الجمعة الثانية هذه في شهر رمضان المبارك، اليوم الثامن من الشهر المبارك، وأيامه تمر سريعا وخيراته تمر سريعا. المؤمن لا يشبع من الخير أبدا فعلا، كما كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، لو كان يعني العام كله رمضان ما كفاهم، كانوا يتمنون أن يكون العام كله رمضان، بل هم بالفعل كانوا يعيشون أجواء رمضان في العام كله بعباداته بقيامه بقرآنه بنوافله بأعماله الاجتماعية وأفعاله الخيرية وتواصلهم بعضهم مع بعض. هذه الروح الموجودة في الشهر المبارك من هذه الوجوه المباركة وتعمير المساجد وإقبال الشباب وقيام الليل وحلقات العلم وحلقات القرآن الكريم ومدارسة القرآن الكريم وتواصل الأسر والأهل والأرحام بعضها مع بعض وزوال الفرقة والشقاق بين الناس بعضهم وبعض وغياب مظاهر الشيطان بين الإخوة والأخوات بعضهم وبعض، هذه الأجواء يحتاج الإنسان أن يعيشها على مدى العمر كله وليس على مدار شهر واحد. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يأذن للشهر الكريم أن يمر إلا وقد أعتق رقابنا من النار وقد استفدنا منه أعلى الحسنات وأعلى الدرجات. اللهم آمين يا رب العالمين. باب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في الجمعة الماضية كان الشهر الكريم يتكلم معنا عن الأبواب المشرعة المملوءة بالخير فيه، سواء في ليله أو نهاره، سواء العبادات الفردية أو الاجتماعية. تكلم معنا عن تنوع العبادات الموجودة في الشهر حتى ما يحرم منه أحد، لا يحرم منه صغير ولا كبير، غني ولا فقير، رجل ولا امرأة، أي أحد له في رمضان مهما كانت حاله له في رمضان عبادة تستوعبه،
يستطيع أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوع من العبادات، عبادة مادية، عبادة بدنية، عبادة لسانية، عبادة قلبية، عبادة اجتماعية، عبادة مع القرآن، مع القيام، مع الصيام، مع الإنفاق، مع إطعام الفقراء والمساكين، مع الاعتكاف، مع ليلة القدر، مع سماع كتاب الله عز وجل، مع الدعاء للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وغيرها من الأبواب. أسأل الله ألا يحرمنا من أي خير، اللهم آمين يا رب العالمين. واليوم إن شاء الله رب العالمين وقفة ثانية مع الشهر المبارك من خلال حديث القرآن الكريم عنه وحديث السنة عنه وتاريخ المسلمين لما يتعاملوا مع الشهر الكريم تعاملا صحيحا كيف يغير الله عز وجل حالهم. أيها الأحباب، الرسالة الأولى للإسلام في هذه الحياة هي رسالة الإصلاح. الإسلام جاء ليصلح الحياة، جاء ليصلح الكون كله، جاء ليصلح الأرض بما فيها باسم الله. هذه رسالة الإسلام الحقيقية، رسالة الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. رسالة كل نبي كان يأتي هي رسالة الإصلاح، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة الإصلاح، ورسالة المسلمين هي رسالة الإصلاح. الإصلاح بكل معاني الإصلاح، إصلاح الإنسان، وإصلاح الجماد، وإصلاح الأسر والبيوت، وإصلاح التعليم والإعلام، وإصلاح الأخلاق، وإصلاح الأسواق. إصلاح بمعنى الإصلاح، أن تسير الحياة كلها صالحة لأن يحيا فيها الناس بعدل وأمان وحرية ومساواة وإخاء. هذه الرسالة الأولى للإسلام، والإسلام في سبيل ذلك أول ما يبدأ به من الإصلاح إصلاح الإنسان، لأن اليقين أن الإنسان إذا انصلح انصلح كل شيء، وإذا فسد فسد كل صلاح بعد ذلك. ليس فهم الإسلام للإصلاح أن يصلح المادة ويترك الإنسان خريبا، إنما يصلح الإنسان وهو بدوره سيصلح المادة، سيصلح الطرق والمدارس والمنشآت والمباني والعمارات إذا انصلح الإنسان. فالبداية التي يبدأ بها الإسلام دائما في رسالة الإصلاح هو أن يبدأ بالإنسان. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا ما تغير ما بنفس الإنسان، ما بداخله، ما بقلبه، ما بفكره، ما بعقله، ما بمفاهيمه وعاداته وتقاليده، إذا تغيرت للصلاح انصلح كل شيء بعد ذلك. ولكن متى أقمت حضارة صالحة في بنائها لإنسان غير صالح سيهدمها بيده، في يوم من الأيام سيهدمها بيده، سيتعدى عليها، لأنها بنيت لإنسان غير صالح، لأن الترتيب انعكس. بدأ صلى الله عليه وسلم أول ما جاء وكل الأنبياء بإصلاح بشر فسدوا في كل الجوانب فأصلحوهم، فأصلحوا الدنيا كلها بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. باب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورمضان فرصة عظيمة ووسيلة عظيمة من وسائل الإسلام في هذا الإصلاح، أن يصلح الإنسان. ولكن الإنسان متعدد الجوانب، له فهم وعقل وقلب وجسد وروح وغيرها ومشاعر وأحاسيس. لأجل هذا التنوع في تركيب الإنسان رمضان نوع أيضا، والإسلام نوع أيضا في إصلاحاته، لم يركز على جانب واحد يصلحه في الإنسان، لم يركز على جانب أنه يصلح في الإنسان روحه ويغذي فيه روحه، ولم يركز على أنه يصلح فيه جسده فليس آلة، ولم يركز على أن يصلح فيه عقله فحسب، إنما الإسلام حاول أن يصلح فيه كل شيء بالتوازي وبالتساوي وبالتكامل. لأنه ليس الإنسان الصالح الزاهد العابد المهمل للجسد والعقل، وليس الإنسان الصالح العاقل الفاهم المهمل للجسد والروح، وكذلك في كل النواحي.
إذا اكتمل في الإنسان جانب وأهمل باقي الجوانب فهو ليس صالحا لأن يصلح ولا أن يصلح نفسه. فالإسلام يغذيه من كل الجوانب، يغذي عقله وروحه وجسده وأحاسيسه ومشاعره وفهمه وتقاليده وعاداته، يغذي فيه دنياه وآخرته، يعطيه غذاء من كل الجوانب، لأن الذي يصلحه هو الله، والذي خلقه هو الله، والذي يعلم ما يصلحه ويفسده هو الله، والذي شرع رمضان هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل. حتى لا يسير منا الوقت، نأخذ جانب واحد من الجوانب التي يصلحها رمضان في العبد. ما إن استفاد من رمضان؟ الذي يستفيد من رمضان أول ما ينصلح فيه فهمه. رمضان يصلح فيه عقله وفهمه ونظرته للأشياء. رمضان يصلح فهم الناس، فهمهم في أي شيء في جانبين، فهمهم للدنيا وفهمهم للدين. إن كثيرا من الناس حتى من المسلمين ممن يصومون رمضان أو يتعبدون لله عز وجل بعبادة رمضان ربما لا يفهمون حقيقة هذه الدنيا على طبيعتها أو على حقيقتها. الكثير ينظر لهذه الدنيا على أنها متعة ولذة، على أنها وقت للاسترخاء ووقت للراحة، يتصور أن فيها يوم من الأيام راحة ويوم من الأيام متعة ولذة وسعادة، والدنيا ليست هكذا. الدنيا ليست راحة وليست متعة. حقيقة هذه الحياة التي نحياها امتحان، حقيقة هذه الدنيا التي نحياها اختبار، ابتلاء، تعب، مشقة. هي معبر بين دارين، هي معبر بين دار كنا فيها ومعبر بين دار سنصير إليها الآخرة. المعبر لا يسكن عليه أحد ولا يفكر في الاستقرار عليه أحد. هذه طبيعة الدنيا، كلها بلاء ومشقة، ليس فيها راحة لا لغني ولا لفقير، لا لطائع ولا لعاصي، لا لمسلم ولا لغير مسلم، لا لرجل ولا لامرأة. ليس من باب التيئيس ولكن من باب الإعداد والتجهيز. الإنسان الذي يتربى على أن الطريق شاقة يستعد لها، والإنسان الذي يتربى على أن الطريق مملوءة بالورود ومفروشة بالرمال يفشل، ما يصلح لتحمل مسؤولية. لما نقول إن رسالة الإسلام الإصلاح هي تحتاج لمصلح، والمصلح هذا لابد أن يربى على أنه سيقابله متاعب ومشقات. لذلك القرآن المكي من أول يوم يربي الصحابة على ذلك. ينزل القرآن المكي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في كبد. تعلمها هكذا من بداية الدعوة النبوية، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب. والإنسان تشمل الجميع، طائع وعاصي، مسلم وغير مسلم، غني وفقير. لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقات. يا أيها الإنسان، الله ينادي على الجميع، على الكل، على الغني وعلى الفقير، علينا كمسلمين وغير المسلمين، مهما كان. يا أيها الإنسان، إنك كادح، كادح فيها تعب ومشقة ومقاومة، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه طبيعتها. أحسب الناس، لم يقل أحسب المؤمنون، إنما أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يصاب الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. بل المؤمن يتربى
على أن من علامات الحب من الله سبحانه وتعالى أن يكون له ابتلاء في هذه الحياة. من يلد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وغيرها من الأحاديث والآيات. رمضان يربي المسلم والإنسان على هذا الفهم الصحيح للحياة، ما فيها راحة، وبالتالي ما فيها نجاح للنائمين، ما فيها نجاح لمن يريدون أن يحيوا بين الحفر، ما فيها نجاح إلا لمن عاشوها بطبيعتها، طبيعة المشقات. فمن عاشها بهذه الطريقة نجح وحقق ووصل. أما من رضي أن يعيش بين الحفر ورضي الأمن والسلامة والنوم والراحة والدعة، فلن يحقق لنفسه وبالطبع لغيره شيئا، لن يحقق شيء لا لنفسه ولا للآخرين، لأنه رضي النوم، رضي الراحة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. وإذا ما كنت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. يستوي الموت على السرير والموت في الشارع في العمل وفي التضحية وفي التقديم وفي الإصلاح، يستوي هذا ويستوي هذا، كلها ميتة. وتستوي وجبة الطعام بأورو ووجبة الطعام بمليون أورو، كلها في النهاية غذاء للبدن. المسلم يفهم الحياة هكذا، يفهم على أنها لا راحة فيها لأحد. رمضان يربي في هذا المعنى، عباداته تربيه على الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: والصوم نصف الصبر. رمضان يربي الإنسان على الصبر، بالليل قيام مع القرآن وتعب ومشقة حتى يشفع ومشقة، وبالنهار صيام وحرمان من الشهوات وتعويد للنفس على غير عادتها ومنعها عن ملذاتها وشهواتها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وحرمانها لمدة شهر كامل، على أن تمارس شهواتها نهارا. هذا من باب أن يملكها، أن يدربها على هذا المعنى، معنى التضحية والتعب والمشقات. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ماذا مثل الذين خلوا من قبلنا؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. طبيعة الحياة مشقات، النائم فيها يتعب والمستيقظ يتعب، الجالس يتعب والعامل يتعب، المؤمن يتعب وغير المؤمن يتعب، الطائع بعبادته في المساجد والقرآن والدعوات وغيرها يتعب، والتارك حتى للطاعة والذي منى نفسه وأعطى لنفسه كل شهواتها أيضا يتعب. هذا أول فهم يصلحه فينا رمضان، أو يصلح رمضان في الإنسان. وثاني فهم والأخير الذي يصلحه رمضان في الإنسان، فهمه للدين نفسه. الدين الإسلامي دين جاء يصلح الحياة، كل الحياة، فهو منهج حياة، منهج حياة للإنسان في المسجد وخارج المسجد، في البيت وفي الشارع، منهج حياة للمسلم في أكله وشربه ولباسه وزواجه وطلاقه ومعاملاته وأصحابه، في بيعه وشرائه، في تعليمه وإعلامه، كما أنه تشريع له في صلواته ومسجده وقرآنه وعباداته. رمضان يربينا على ذلك، يربينا على هذا الفهم، أن الدين ليس للمساجد، والإسلام ما جاء ليصلح المساجد، إنما المساجد جزء من الحياة، والإسلام جاء ليصلح كل الحياة، فهو منهج للحياة. رمضان جاء ليكون ذلك، ليكون ذلك من جانبين: من جانب العبادات المتنوعة فيه، فالله عز وجل لم يشرع فيه العبادات الفردية فحسب بين العبد وربه، إنما شرع فيه العبادة الفردية بالنوافل والصلوات وقيام الليل وقراءة القرآن والصيام، وشرع فيه العبادة المالية بإطعام المساكين وصدقة الفطر في آخر الشهر، والعبادات الاجتماعية بالتواصل مع الأرحام، فلن تقبل العبادة بغير إصلاح ما بينه وبين الناس، وإصلاح ما بينه وبين أهله على الخصوص.
تتوقف العبادة فلا تقبل إلا بإصلاح ما بينه وبين الناس وغيرها. رمضان نوع في العبادات ليقول للمسلم هكذا حياتك متنوعة، فلا ينبغي أن تلبس ثيابا في المسجد وثيابا أخرى في خارج المسجد، أن تكون بثياب بيض ومسبحة ولسان طاهر وعين طاهرة في المسجد، وخارج المسجد بثياب سود ولسان أسود وعين زائغة ويد تطال الحرام. هذا ليس بالمسلم المنفصل في الشخصية، هذا إنسان بلونين بوجهين، المسلم بوجه واحد كما هو في المسجد كما هو في الشارع كما هو في البيت، نفس اللسان في المسجد نفس اللسان في الشارع نفس اللسان في البيت. إنه يعيش الإسلام كل الإسلام في حياته كل حياته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي فوق الأرض في مسجده وشارعه وبيته ومعمله ومتجره وبيعه وشرائه صلى الله عليه وسلم. رمضان بتنوع عباداته يرسل هذه الرسالة، وأيضا بموقع آياته في سورة البقرة جاءت أول آيات الصيام بلفظ كتب عليكم الصيام، وجاء بجوار هذه الآية ثلاث آيات أخرى بلفظ كتب، آية في التشريع وآية في الأموال وآية في الجهاد وآية في الصيام، واحدة في العبادات، واحدة علاقات الناس مع بعضهم، واحدة في التشريع والقضاء، واحدة في الأموال. جاءت أربع آيات بلفظ كتب، جاء الصيام جزء منها لترسل الرسالة أن ليس المكتوب عليكم فقط أن تعبد الله بينك وبين الله ثم تقطع علاقتك بالله بعد ذلك، هذا ليس بالإسلام، إنما أن تعبد الله بينك وبين الله وبينك وبين الناس وبينك وبين كل العالمين، بل بينك وبين الجمادات والحيوانات، تتعبد لله بكل نشاط تقدمه، فبسمتك عبادة، وأكلك عبادة، وشربك عبادة، وتعلمك وإعلامك وصيامك وصلاتك وزواجك وطلاقك وتربيتك لأولادك كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله أن يصلح فهمنا ويصلح حياتنا ولم يستعملنا ولا يستبدلنا بفضل منه وكرم. اللهم آمين رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.